البداية مع أخبار منتخبنا الوطني اللي انطلق المعسكر بتاعه امبارح استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. منتخبنا امبارح أدى مران الأول في المعسكر على سد القاهرة. قبل المران الجهاز الفني لمنتخب القيادة طبعا كابتن حسام البدري كان اجتمع مع اللاعبين علشان يشرح أهمية المرحلة المقبلة وكمان عشان يأكد على ضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف المرحلة. كمان تم الإعلان والتأكيد بالأمس على منع الزيارات عن منتخب معسكر المنتخب قبل سفره إلى كينيا، ذلك بعد إجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة علشان نتفادى أي اختلاط وعلشان نتجنب لحدوث أي عدوى لا قدر الله. من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب بكرة الثلاثاء متجهة إلى كينيا عشان تواجه المنتخب الكيني يوم 25 مارس الجاري. المنتخب المصري بيحتل المركز الأول في مجموعته، رصيده من النقاط 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر اللي بيحتاج طبعا المنتخب المصري بيحتاج لنقطة واحدة فقط علشان يتأهل رسميا لبطولة إفريقيا.